السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم السيدي نزولا على طلب جميع من الاصدقاء. اليوم غندير لكم من بدايه حتى النهايه كيفاش نصيب هذه السدان. يلا المهم دابا حنا وجدنا نوجدوا الرجلين على كف السداري، هادو سته ديال 12 الرجلين، كاين جوج سداده كل سداري عنده سته. نوريكم كيفاش غادي نصيبوهم ومن بعد نقول لكم كل حاجه فين غتمشي. هذه هي علاش يوقفوا هذوك العويدات، تما عارفين الدراري تيجيو فيه اربعه ديال العوال، هادو هما اللي غيجيو من تحت، تيكونوا ثلاثه من هادو ولا واحد فيه جوج ديال الدراري. دابا نستعملو هاد اللي مبغاش يستعمل الكانت، يستحل يستعمل فيس، يقدر يدير الفيس ميكشور كلشي مريقل هو هداك. هدا غير باش كان غير باش يشد لي العبار مزيان، تنجيبو هاد هدا بحال هكا يكون رقيق، نديرو ليه سكوتش. نديرو السكوتش على حساب الطول ديال الفيس، فهمتيني، حساب طول الفيس هكا. دير السكوتش هنا باش ما تدخلش بزاف في العود و تبغي تحفر. نجيبو هنا هاد الشنيور الاخر صافي، هانوكا ما مهرسش العود، ما هو هادو علاه هادو علاش غيوقفو العود. اوكي سيدي حنا رجعنا معكم. هاد السداري فيه جوج متر و 30، دونك هاد العواد اللي هما علاش غيوقفو يكونو محطوطو في البونش خاصو يكون فيهم جوج متر و 30، الا الوجه، الوجه تيكون فيه جوج متر و 40 على حسب 10 ديال السنتيم ديال التكايه. دونك الوجه تيكون فيه جوج متر و 40 وهادو تيكون فيه جوج متر و 30. الا كان السداري غادي يكون فيه جوج متر، يعني البونجا غتكون فيها جوج متر و 30 والسداري فيه جوج متر و 30. هادو اربعه اللي تنستعملو، العرض تيكون فيه 75، كاين اللي تيدير 72، كاين اللي تيدير 70، أنا تندير 75، تنحتاج ربعة من هادو، لا بغيتي دير خمسة، دير خمسة، ماشي مشكل، كل واحد والاختيار ديالو. هذا سيدي تيدير 600 دولار، المهم البرايس ماشي مشكل. صافي، هادو كان موجدو. مترو 30 غنحتاجو فيها غير جوج، لان الجهه الاخرى غتكون فيها التكايه، يعني التكايه غادي تبقى على الشوف. انا رجعت اسيدي، دابا غنشرح لكم شحال
قطعوا في هذا قطعوا 18 سنتيم على حسب الا كنتي البوجا بغيتي ديرو صغير غادي انت شوف شحال بغيتي تهز يكون عالي ستاري انا ستاري الوجا اللي غنصيب يكون فيه يعني الوجا ديالو كامل 21 سنتيم هذا فيه 18 علاش 18 زائد 2 سنتيم هي 20 وزائد تنهزو شوية بحال نهزو الوجه الوجه دائما تيكون طالع على هادو هاد العواد هادو اللي غيتحط فوق البونج باش البونج ما يخرجش اوكي وهنا هنا فين غادي يجي سميتو بحال هكا هذا شي تنوريو الناس اللي باغيين يصيبوا شي فطار تيني بحال هكا الرجلين غيكون فيهم 18 دائما اضرب حسابك هادي فيها 2 سنتيم وهذاك السنتيم اللي غتخلي يعني 30 الا غدير الوجه فيه 20 غتحيد 3 غدير الرجلين فيهم 17 الا الوجه فيه 21 غتحيد 3 الوجه فيه 18 دير شي الوجه فيه 40 غتحيد 3 غتبقى 37 دائما بحال هكا اوكي دابا حنا العواد قطعناهم تحطهم فوق الرجلين بحال هكا ياك غنحتاجو خمسة ديال من هذوك العويدات هادو هما اللي هما تتحط فوقهم البونش وتقدر تستعمل البلاي وود تقطعو لكن تيك لوت اوف ورك هذا ساهلين وصحاح يلا تن نسقو ونوريكم كيفاش نبداو من الراس شي اخرى نحسبوا شحال نخلي ما بين وحده وحده نخلي واحد 5 سنتيم 4 ونص حتى تكمل اوكي ايوا وجد ترويجوس فيسات هذيك الثالثه تنديروها في الوسط اوكي دابا نقطعوا الوجه باش نلصقو اوكي دابا هذا هو الوجه هو سيدي تيجي فيه 8 فيت 8 فيت اللي هي 2 متر و 44 حنا كي كنا قبيله السداري فيه 2 متر و 30 وهو الوجه خص يكون فيه 2 متر و 40 ياك دابا هنا خاصنا نقطعوه 45 باش يجي يتلاقى معنا مع الطرف الاخر اللي غادي يكون على الواجهه ديال التكايه دونك هنا نقطعو على 45 اوكي يا سيدي سامع انتما كي شفتو هنا عبرنا هنايا سنتيم
هذا ولا نخلي شويه، نخليو هاد السنتيم شويه طالع على البونج هنا. عاوتاني نفس القضيه، تنصيبوها كامله فهمتيني، باش مثلا نحطو فوق الواد غادي تيجي ديك البروه لاصق. السلام عليكم، احنا رجعنا، احنا لصقنا دابا بجهد على الستاري، دابا غنلصقو الزواقات. انتما هنا هذه قطعناها على شكل 45 باش غادي تجي مع 45 اخرى ديال التكايا، غادي تجي بحال هكا. حتى هذه قطعوها 45 وهادشي هاه. اوكي هكا، وغنديرو هاديك هنا في الوسط، هذا حتى هي في الجهة أخرى، وهادي غادي تجي من هنايا. شتيها دابا هاد الجهة هادي كل العواد هادو غادي يقطعو 45. اوكي رجعنا، هانتوما أوريكم كيفاش تلصقوا هادو، هادو راه صغار تدير فيهم شوية الكولا، هاد النوع الكولا إذا كترشو كولا ملي تحطوهم فوق الوجه كولا غتخرج وغايجي نخليكم الوجه كولا، راك عارف إلا لصقات متعاودش والحية إلا ما حكيتيهاش. تنديرو واحد الوجه ديال الزواقة هنا، وتنديرو واحد في الوسط وواحد في الجنب الاخر باش تشد لينا العبار. اوكي دابا ما تنساوش هذا 45 والاخر في الجهه اخرى 45. الى ما عندكمش هذا تستعملوا هاد المسامرات صغيورين، لان الكولا راه ما غاتشد لكمش، اللي قال لكم الكولا راه تشد راه تكذب عليكم. إذا ما عندكش هذا استعمل مسمار صغير. صافي تجي تضرب فين كنت كل وان فوت تضرب وحده. وتنبقاو نكحزو هاد الزواقة هادي فهمتي، باش ميك شور هادي ميك شور هادي سيدي تشد العبار مزيان، متدخلش لينا وما تخرجش فهمتيني. انت شي تتحرك دونك غنديرو لها بحال هكا، وميك شور نجي نحط الزواقة نعرفو بأنها راه الزواقة ميغن من بعد نساليو غادي يدخل لينا ايزي. واخا سيدي نزيدو واحد اخر هنا، نديكم معايا تشوفو كلشي. نحاولو نلصقوهم مسمار صغار باش يشدو ميتحركوش، نبقاو مزيانين بعد ما نبغيو نستعملوهم نخليهم هنا. اوكي
اوكي ونجيو الاخرى ونضربوها عاوتاني هنا اوكي دابا هنا جينا لهذا القنت هذا القنت هذا سيدي هذا الطرف هذا قطعو 45 من هنا 45 هذا باش ديري لي مسامر غير شادين بيه لابار دابا تان لصق الطرف الاخر هنا هذا هذا غالبا قطع لي 45 من هنايا مازال غيجي واحد بحال هذا هنايا حتى هو غنقطعو 45 شي دابا هذا قطعتو 45 من هنا و 45 من هنا ولكن في الجهه الاخرى الجهه هذه 45 ماشي من هنا من افقيه صافي يا هذا نصيب هذه نصيب هذه وغتعرفوا على الشغل شتي اوكي جوج ديالنا وهذا هنديرو وود فيلر هذيك الحفيرات ونحكو ان شاء الله باش نبغي نفيرنيو هادي يجينا فيري ايزي يبان مزوين وشايني اوكي احنا سيدي حكيناه ورشة درنا عليه وود فيلر صافي دابا هذا واجد باش يتفيرنا اوكي دابا درنا عليه حكينا بالله كخرج 120 واحد اخر 220 and 320 دابا very smooth ready to use